الله يسهل بركاته. انا حامل مدينه المحمديه. كانت وقع لي واحد المشكل ديال مرضت لي المدام ديالي هادي شي 15 يوم واحد الفيروس H1N1. كانت على الاول كتكحب كتشدها السخانه، ايوا مع المده قلنا راه هادشي عادي. قال لي الطبيب خاصكم تمشيو ديروا لها تحاليل، ودان ليها الراديو. قال لي انا سيدي خاصكم ديروا الارجونس ضروري شي مستعجلات في كازا شي كلينيك خاص. ديناها هبطوا علينا الانعاش، قالوا لنا راه عندها فيروس H1N1. المهم راه هي كانت حامل وعطاوها شي دواء وداك الجنين توفى، حيت من كثره المضادات كيبداو يجربوا، ما جربوا شي 20 دواء. المهم دابا راه دابا ولا مشكل اخر. دابا ولينا دابا في الكلاوي عاوتاني، لي بلاك ديال الكلاوي طالعين، وكل نهار كيقول لي سيجيب الدم كنمشي كنشريه، الدم تنشريه نيت فعلا. ودابا كنصولوا للبروفيسور تقول لنا حاله مستقره وتاكدوا بلي راه H1N1. كنخلص 6000 درهم في النهار. يوميا؟ لا كتجمع، انا عطيتهم افونس 30000 درهم. ايوا دابا حتى يتجمع الحساب ويقول لك تخلص، انت ما تعرف ويخلص. لا والو، لا على الاول كانت الكحبه والسخانه، هادشي اللي كان على الاول صافي. ما كنتش عارف واش H1N1، درت الراديو ديال السزر وقال لنا الطبيب ديالي في محمد خصكم ديروا الدار البيضاء ضروري، حيت التنفس كان قليل. كنطلبوا من وزير الصحه يجي يشوف هاد، كاين حالات ماشي حاله ديال الزوجه ديالي، كاين حالات من محمديه يعني تا هو معايا نيت الاخ تا هويا تا هو الاخ ديالو راه مشات لها الريه ديالها ويلا تعالجت شويه ويرجع لها عاوتاني الفيروس، حيت الفيروس باقي ما لقاوش ليه الحل. دابا تيجربوا في المضادات، والكلينيك هذا اللي هي فيه راه تبارك الله كيخدموا، عندهم الامكانيات، ولكن الدواء ما كاينش الدواء. كنطلبوا من وزاره الصحه يشوفوا شي حل لهاد الناس هادو. كتدهور يوم حيت مر في الانعاش. دابا في الانعاش انعاش دابا ولينا دابا في الكلاوي، دابا ولينا في السزر. دابا شوف دابا فين ولينا، هذا هو المشكل اللي كاين. كنطلبوا من وزاره الصحه الداخل عاجلا، حيت الناس راه تموت. انا الزوجه ديالي راه بين الموت والحياه، كنقول يوم غدا غنشوفها ما نشوفهاش، هذا هو المشكل. وشكرا.